خير إن شاء الله. شوفي مين؟ ألو. مرحبا فرهاد، أتمنى ما أكون عم أزعجك. لا لا سونا، لا ما في أي مشكلة. أنت منيح؟ باين من صوتك كأنك تعبان. ماشي حالي يعني، منيح. إيه منيح ماشي. بصراحة بدي أطلب منك طلب صغير بس خجلاني. قليلي قصدي تفضلي. أنت حكيت لأزجور حكاية وقت كان عندكم بالبيت، ما هيك؟ شو عم تقول؟ ايه حكينا حكاية لأزجور وقت كان مريض عنا، مزبوط حكينا له، بتذكر. هو ما سمع الحكاية لآخرة لأنه غفي وقتها، لهيك بده منك تكمله إياها هلأ. ماشي استني شوي، نكمل الحكاية لأزجور ولا ما بتقدري فيكي ولا لا؟ ايه كملها. ايه طبعا ماشي. ايه تمام، خليني افتح المكبب. خذ حبيبي احكي. عمو بآخر الحكاية قلت معقول حسناء تحب الوحش؟ صارت تحبه؟ المفروض انه نسأل حسناء يا عمو، ما هي؟ بس انت اللي عم تحكي الحكاية يا عمو. تفضلي قولي للصبي اذا الحسناء وقعت بحبه للوحش. احكي انت أزجور احكي، انا ما فيني خبرك، قول انت لشوف. يلا احكي له، الحسناء حبيت الوحش؟ ايه حبته. الحسناء تعلقت فيه وحبته من كل قلبها كمان. سمعت حبته يا عم. شو صار بعدين؟ وبعدين ما لازم يصير هيك شغلات أصلي بيسمع. يعني شو بده يصير بعد هيك؟ عاشوا هن الاثنين مع بعض مبسوطين كل العمر. يلا حبيبي قلهم تصبحوا على خير مشان ما نزعجون أكتر. تصبحوا على خير. وانت بخير حبيبي. وانت بخير حبيبي، تصبحوا على خير. وانت بخير. يعني شو؟ ما بعرف. ولا انا. قول انت لشو، قول انه ما في مشكله بهالشغله. يلا بس ما يكون سمع صوت البوسه، بتمنى. رح يخف الوجع. عم شو رح تعمل؟ لك شو عم تعمل؟ التلج رح يخليك تصحصح. تجمدت. ما رح يصير لك شيء. تجمد راسي فرهاد، بارده كتير. خلاص بعد شوي بتدفي. طولي بالك. طيب صرت منيحه وصحصحت خلاص. وقفي شوي. اصلي وقفي. أنا هون جنبك وفي حطب رح ندفيكي. يا الله خلص برد كل جسمي، بكفي إيمون. ليكني فتحت عيوني، شفت؟ شكراً إلك. أنا ما عملت شي. خلص هيك بكفي، أنا شو عملت لك؟ ليش عم تعذبني؟ خليها شوي تاني. شبي ظاهر انت اللي سكران مو انا. شو عم بتساوي؟ تعي معي تعي. شو عم بتساوي فرهاد؟ يا ما تحكي شيء. خلص بقى ما في مشكلة. خلص بقى نامي فرهاد. قليلي شو بدك؟ تعرف يا ريت لو نبقى هون لحالنا وما نروح أبدا، نضل عايشين هون كل العمر. يا ريت لو أقدر عنقك وشدك وقلك قديش أنا بحاجتك وننام هيك مثل العصافير، بس علاقتنا بتخرب وقت تفوت العالم بيناتنا. انت مانك بشع ابدا، انت بس اطلعت على المراية الخطا مو اكتر. طلع فيني، بدي اقلك شغله، من اليوم ورايح رح تطلع فيني وبس. انا مستحيل اني خليك تكون بشع ابنه.
في ايه؟ يلا في ايه يلا؟ صباح الخير. اوه راسي راسي، حاسه راسي رح ينفجر من هون لهون. يلا في ايه في ايه؟ قومي قومي خلينا نفطر وبتصحي وما بيعود فيكي شيء. فرهاد لا تقوم، خلينا ننام كمان بس شوي. يلا بترجع. يلا في ايه؟ يلا يلا قومي. وراسي هلا اكيد رح يطيب. شو عملت؟ صلحت السيارة؟ ايه اخي، اخدتها على ورشة التصليح. طيب ما رح تاخد شغل كتير. طيب في حدا اخد هوياتنا وشهادة السواقة وشوية ورق؟ تملي بهذا الموضوع. حاضر انا رح حل الموضوع. كيف الوضع بالبيت؟ الكل موجود هون؟ ايه الكل هون. منيح. صباح الخير. صباح النور. يا حسرتي عليك يا فرهاد، اختك تزوجت ومع هيك ما رحت حضرت عرسك كونك مشغول. توقعت انك تروح، فكرت ممكن تجي وتبارك لاختك بزواجها، بس للاسف يمكن معك حق، صعبة صعبة عليك انت كمان.